السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا مرحبا بكم في حلقة جديدة. واليوم راح نلقي نظرة مع بعض على هذا الميكروفون الرائع من شركة لويت أوديو، واللي هو من نوع Pure 440. إذا كانت هذه أول مرة تزورني فيها، معك أخوك هاشم العلوي، وفي هذه القناة نتكلم عن كل شيء له علاقة بالموسيقى والإنتاج الموسيقي وتقنية الصوتيات. لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشارك هذه الحلقة مع أي أحد يفكر إنه يشتري ميكروفون جديد بسعر مناسب. كالعادة إذا حابين تدعمون القناة، رابط شراء الميكروفون بيكون موجود في وصف هذا الفيديو. طبعاً أول شيء شد انتباهي للميكروفون هو سعره. سعره في وقت تسجيل هذه الحلقة هو 289 دولار فقط. فهل هذا السعر القليل راح ينزل من جودة هذا الميكروفون؟ هذا اللي راح نكتشفه مع بعض اليوم. طبعاً شركة لويت أوديو هي شركة نمساوية، والميكروفونات اللي تصممها تكون مصنوعة في الصين. خلونا الأول نشوف مع بعض الأشياء الموجودة داخل العلبة. أول شيء راح نشوفه طبعاً هو الميكروفون نفسه. الصراحة مصنوع بطريقة جداً ممتازة، وشكله يقدر يتحمل الاستخدام اليومي بكل سهولة. طبعاً ما في أي نوع من الخيارات أو السويتشز الموجودة على الميكروفون، فكل التحكم راح يكون عن طريق برنامج التسجيل نفسه أو كرت الصوت أو طبعاً البري أمب إذا أنت موصل ببري أمب. نشوف أيضاً في العلبة كاستوم شوك ماونت مخصص لهذا الميكروفون، يتركب المايك عليه بهذه الطريقة. نلاحظ أيضاً وجود بوب فلتر من نوع الماجنتيك أو النوع المغناطيسي. الحلو فيه أنه يثبت على الميكروفون بطريقة مغناطيسية بشكل مباشر. هذا النوع من الفلاتر حلو إذا تبي تستخدم الميكروفون لما مثلاً قاعد تصور فيديو وما تبي الفلتر ياخذ مساحة كبيرة على الشاشة. في العلبة أيضاً نلاقي فوم بوب فلتر إذا حاب أنك تستخدمه بدل الفلتر الثاني. تقدر تستخدمها إذا حسيت أن الفلتر المغناطيسي ما قاعد يخفف كفاية من حدة الصوت اللي قاعد يوصل للميكروفون. وآخر شيء في العلبة نلاقي وجود شنطة تخلي فيها الميكروفون وجميع معداته. حتى الشنطة بصراحة يعني تحس أنها هي بالفعل جودتها عالية. خلونا الحين نتكلم عن بعض خواص هاي الميكروفون. أهم خاصية فيه يا جماعة أن السيلف نويز اللي يطلع من الميكروفون هو مستوى تقريباً 7 دي بي. شنو يعني سيلف نويز؟ طبعاً مثل ما تعرفون كل مايك أو بالأحرى كل الأجهزة الإلكترونية بطبيعتها تطلع صوت بسبب وجود الدوائر الكهربائية اللي فيها. هذا هو السيلف نويز، ويعتبر السيلف نويز لهذا الميكروفون مقارب بشكل كبير للي موجود في ميكروفون الرود NT1، واللي شركة رود طلعت وقالت أنه أهدأ ميكروفون موجود في السوق. يعني طبعاً هاي الميكروفون يعتبر من الميكروفونات الهادئة. الميكروفون طبعاً مصمم بطريقة الكارديويد باترن، واللي يقدر أنه يلتقط الصوت فقط من الجهة الأمامية، وهذا معناه أنه ممتاز في حالات الاستخدام اللي ما تبي للميكروفون أنه يلتقط أي صوت من الجهة الخلفية. على سبيل المثال حاب تسوي لقاء أو تسجيل حلقة بودكاست، ما راح يلتقط الميكروفون الصوت من الشخص اللي قاعد أمامك. لو ألقينا نظرة على شكل الترددات الصوتية اللي مصمم عليها الميكروفون، بتلاقون أن عندنا تقريباً 3.5 إلى 4.5 دي بي زيادة في الترددات اللي بين 4 كيلو هرتز و 12 كيلو هرتز. هاي معناته شنو؟ معناه أن الصوت بيكون أفتح نوعاً ما، خاصة للناس اللي صوتهم ما في كفاية من البيز أو من الترددات المنخفضة. أوكي شباب، هاي كان نظرة سريعة على العلبة والميكروفون. خلونا الحين نجرب نسوي تجاربنا عليه. راح أوصل الميكروفون مباشرة بجهاز الزوم F6، وما راح أسوي أي نوع من البوست بروسيسنج، أو إذا بسوي راح أكتب لكم على الشاشة شنو سويت بالضبط. بنجرب نسوي التجربة على التعليق الصوتي وعلى العزف على الآلات الموسيقية المختلفة. الحروب جزء لا يتجزأ من تاريخ البشرية الأسود، وفيها ما هو مثير للاهتمام كالفترة الزمنية التي استمرت بها الحرب. وكثيراً ما يخطر ببالنا أن الحروب يجب أن تمتد لسنوات عجاف طويلة للغاية، بحيث يصعب التكهن بوقت انتهائها وزوال المعاناة. Thank you.
هذه كانت تجربتنا اليوم يا جماعة الخير مع مايكروفون لويت أوديو بيور 440. أنا بصراحة حبيت سعر المايك والكواليتي اللي عطانا إياها في التسجيل. حقيقة حسيت إن المايك صوته صاير أفتح بشكل أكبر من المايكات الثانية، ولكنه واضح، وفي نفس الوقت ما حسيت إن الصوت صاير هارش أو مزعج أبداً. إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم يا شباب. لا تنسون كالعادة تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع جميع أصدقائكم عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من مهتمين بهذا المجال حول العالم. يعطيكم ألف عافية، وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.